وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استخدام الميكنة والوسائل العملية الحديثة لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية المختلفة. ودعا الرئيس السيسي لاستخدام مياه الصرف الصحي في عدد من الزراعات مثل جوجوبا في الأراضي الجديدة المستصلحة لمواجهة أي نقص محتمل في المياه والاستفادة من القيمة المضافة لتلك الزراعات. الصرف الصحي، طب إحنا كل مية الصرف الصحي اللي ما بيستخدمش اتزرعت عليها جوجوبا؟ أنا بكلم نفسي يعني. لا، طب لا ليه؟ هي في النهاية المشاريع دي لما هتطلع وتطلع الانتاج بتاعها وتتاخد البذور بتاعت الجوجوبا ديت مش هتستخدم كوقود حيوي العالم عايزها واحنا عايزينها؟ طب ما هتشغل ناس؟ ايوه. عوايدها هتبقى مناسبة؟ ايوه. طب ما نعمل بقى، ما نديش فرصة ابدا ان احنا يكون عندنا مية صرف صحي تكون موجودة إلا ما نحط عليها جنب منها إن أمكن عدد من الأفدنة تطلع الجوجوبا ديت على مية هي أساسا صالحة لها، صالحة لها وما فيش اللي هي بتستخدم في لا بتتاكل ولا حاجة، دي بتتعصر تبقى زيت وقود يعني وقود، فما فيش فيها مشكلة.